السلام عليكم، معكم مراد غزاوي في أول فيديو إلي على اليوتيوب. إن شاء الله اليوم بدي أسوي فيديو عن بايلوت بارلل بن. راح نشوف شو فيه أغراض ونبدأ نجربه إن شاء الله. خليكم معي. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ اليوم إن شاء الله زي ما وعدتكم بالبايلوت بارلل بن. زي ما أنتم شايفين انا اخترت 3.8 مليمتر ويجي دائما مع زي ما انا شايف اعتقد احمر واسود. اوكي، بيجي عليه لزقة زي هيك عشان كارنتي اعتقد. اوكي، والانستراكشن جواته كل شيء، في منه صيني، في منه انجليزي، جرماني. راح نشوفها خطوة خطوة ان شاء الله. انا راح اشوف، راح استخدم المشرط. سيفتي نمبر 1. اوكي، تفتح هيك، تمام. هاي بكون الليبل تاع البن. اوكي، في تحتي ورقة كمان. اوكي، هاي زي تقدر تقول زي اكزامبلز كيف القلم راح يصير يكتب. نايس. تمام. هاي شوية زي examples كمان. عندنا هنا مثلا تحت خط الجوثيك، وهنا الرومان، وهنا الايتاليك. اوكي، هنا في بكرة كمان حبر، في عنا ملون، في عنا اسود، في عنا علب تيجي منها السادة اسود. اوكي، انستركشن. اوكي، هنا اوكي، هنا كيف انه يتم تنظيف القلم. ناخذ التوب تاعه ونحطها اعتقد على هاي القطعة. هاي القطعة اللي معانا هون، راح نحط التب تاعتها هاي، راح نحطها على هاي، وزي ما هي مبينة عنا اعتقد هاي ووتر. اوكي صحيح، بوت اوف ووتر، ووتر عادية، ومع الضغط المستمر ادخال واخراج المي حتى يعني انه نذيب الحبر فيها. اوكي، هاي كيف الانسرت الحبر تاعه. اعتقد الكارتريج هنا. ايوه، اوكي، زي ما انتم شايفين الكارتريج شوي صغيرة. فيها زي تقدر تقولوا دوحل. مش عارف شو بتسموه عندكم، جلول، دوحل. ايوه، اعتقد هذا ازرق او اسود، ما بعرف حتى اجربه، وظاهر انه هذا احمر. نفس الاشي فيه دوحل جوا. اوكي، في عنا، اوكي، خلينا نغطي القلم. اوكي، هاي مش عارف يعني، هي اعتقد قطعة بلاستيك اعتقد صغيرة. هاي تستخدم لتنظيف التوب تاعت القلم، واخر قطعة القلم نفسه. اوكي تمام. خفش ظل شي فيها. اوكي، زي ما انتم شايفين هاي البايلوت بارلل بن
قياس 3.8 مليمتر. اوكي سموث، مكتوب عليها جابان هنا بالخط الصغير، مكتوب عليها جابان. هنا كمان على التب بتاعتها مكتوب 3.8 مليمتر، وشعار بايلوت طبعا، يعني جميل، كلام جميل. راح نبدأ نشوف فيه. صحيح قبل ما أبدأ، في أكثر من نوع من القلم نفسه. في عنا قياس 1.5 مليمتر، 2.4 مليمتر، 3.8 مليمتر عفوا، و 6 مليمتر. أنا اخترت 3.8. اوكي، وهاي اللي حكيت لكم عنها البليد، هاي تستخدم لتنظيف تيب تايت قلم. اوكي خليها جنب حاليا. اوكي تمام. رول بسيط. اوكي تمام. انا راح استخدم اول شيء الحبر هذا، بس خليني اشوف كيف الانسرت. المفروض any moment الحبر يبلش ينزل. مليت حالي. وصل الحبر يا جماعة. اوكي فن. examples هنا خلينا نشوف. بدي احرف. خلينا نشوف حرف الام. القلم سموث جدا حلو، كمان تقدر تكتب من التيب تاعيته حسب الديجري زي ما هو مكتوب هنا بالمانيوال. في عندك ديجري، هاي اعتقد مكتوبة هنا. اوكي شوي. اوكي تمام. انا اللي معي 3.8، هسا لما احطه بديجري 90 درجة راح يكتب 3.6 مليمتر. This one. Okay. بزاوية 45 درجة راح يكتب 2.6 مليمتر، و 0 ديجري زي ما انتم شفتوا نص مليمتر. 0 ديجري، 45 ديجري، 90 ديجري. عفوا زي ما انتم شايفين امامكم. اوكي اللي
فهمت من هون انه لما اساوي انسرت لازم اول اشي بدون تويست ولا اي اشي لازم امسك الكارترج بشكل upward خلينا نقول بدون تويست ولا اي شيء بس جنتلي انه انسرتد ان بس اوكي وبعد ما تخلص سوي سكويز جنتلي before used to allow the ink flow the flow of ink in the nib اوكي بعد ما تخلص الانسرت تاعه بس شوي شوي بوش خفيفة سكويز عليها حتى يصل الانك للنب للرسم يعني تجربة لطيفة شكلي بدي تمرين عليها يعطيكم العافية جميعا ان شاء الله يكون عجبكم البن ان شاء الله راح نسوي فيديوهات اكثر عنه ان شاء الله مع شوية تجارب من الخط شوية اسامي ان شاء الله راح نجرب يعطيكم العافية